ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش نتوما راضين على هاد القرايه ديال النص النص. الا بغيتو تعرفوا شنو قالوا لنا واش راضين ولا لا، اجوا معايا. صراحة ما راضيينش حيت الشباب كيضيعوا ودزنا ديجا من هاد المرحلة هادي اللي ضايعين منها حتى حنا. نتمنوا شي حاجة تكون جديدة ديال الدراري، لأنه الدراري كيضيعوا ما كتكونش عندهم فرص حتى في اللغات. اللي دابا كنشوف في الابتدائي تزادوا اللغات، مثلا اللغة الفرنسية قال لك غيوليو يقراوها حتى من التحضيري وداك الشيء، لأنه خصنا نشوفوا أولا اللغة، لأنه كتشوف اللغة أول حاجة خصو يعرفوها الدراري الصغار فاش غيطلعوا يكونوا بريباريين على اللغة. دابا صراحة كيبان ليا ما كافيينش 4 سوايع، لأنه هادوك التلاميذ صراحة كيضيعوا قدام الأعين ديالنا. راه حتى حد ما راضي على هاد الوضعية هادي، الوغ كو ميمكنش شي كيقرا شي ما كيقراش، تلاميذ كيقراو شي 4 سوايع في النهار صافي أولا في السيمانة كاع. كيفاش التلاميذ غيدوزو أصلا لي زيكزام ديالهم؟ كيف فينا هما الدروس؟ كيفاش غيقراو؟ شكون غيشرح ليهم؟ راه سي سون جوست دي زيليف، ماشي دي زيتيديون اللي غيقراو في دارهم. الوغ كو خاصهم اساتذه اللي يقريوهم اللي يوجهوهم. اساتذه مابقاوش كيجيو لزيكول كي غيديروا؟ صراحه كون عدرتو مع الاساتذه شي حل احسن باش يرجعوا للمدارس ديالهم ويقريو الدراري الصغار. هاد القرايه ديال نص نص راه ما مسلكاش كاع. لا خويا ما راضيش عليها وما كاينش شي واحد يرضى عليها، حيت فهمتي الناس كيقراو بريفي كيقراو المخزن محقورين. خونا الرساله ديال الوزير التعليم هو يديروا معاهم شي حل، يديروا معاهم شي حل زوين اللي يبدا يقرا فيه التلاميذ حتى يضيعوا في المغرب. تنقرا 5 سوايع في السيمانه صافي، راه ضايعين بزاف. واخويا حنا على الله، حنا على الله الا داروا معانا شي تاول مزيان صافي. كنقراو 5 سوايع في امتحانات يصاوب الله وصافي. هاد القرايه ديال نص نص ما راضينش عليها، وحتى واحد ما يرضى عليها في المغرب كامل. بالنسبه للتعليم، بالنسبه للتلاميذ هما اللي كياكلوا العصافه في هذا الشيء. النص كيقرا ونص ما كيقراش. بالنسبه لهذا الشيء بحال نهار الامتحانات، واش غينجحوا كل شيء ولا غيديروا نفس ولا يقصوا كل شيء؟ صراحه بالنسبه بحال انا نيت حاليا في دارنا، كاين مثلا اختي وولد اخويا وكذا، بالنسبه بحال ضايعين وصافي. هاد السنه بحال كيتكلخوا فهمتي. وزير التعليم الله يهديه وصافي، راه وزير التعليم راه هكا باش وصل، باش ولا وزير راه قرا حتى هو بحال الناس، بحال ولا الشعب. ولكن راه هما راه ولادهم راه كيقراو بريفي وكذا، ولا مسوقين للدرويش، راه الدرويش اللي كياكل العصا الله يدير شي تاول. الصراحه بالنسبه لهاد القرايه ديال نص نص ما خداماش الصراحه. بنادم راه التلاميذ هما اللي كياكلوا العصا وصافي. بلد الاضرابات هي غير متكافئه للتلاميذ كاملين، حيت غتكون عندنا واحد النقص بين التلاميذ، عكس المدارس الخصوصيه غيكونوا في حسن التفوق والاصرار ديال التلاميذ. انني كنشوفهم باللي حاليا في هذه الفتره انهم ناقصين بزاف، بما اننا درسنا بعض التلاميذ كتشوف ان المستوى ديالهم داني في التعليم العادي، وعكس التلاميذ ديال الخصوصي. لا ماشي هما في الحقيقه التلاميذ، ولكن ملي كنجي كنشوف كنلقى ان الاستاذ كيهضر غير على حقه فهمتي، حيت الدوله انها اللي عطات الاستاذ حقها غيكون عندنا التعليم مزيان وما غيكونوش هاد الاضرابات هذا. رغم ان التلاميذ كتشوفهم انهم راهم في موجه الامتحانات. اذا رساله مني لوزير التعليم ان كنقول ليه ان عطى الاساتذه حقهم، علاش؟ حيت هذاك حق من حقوقهم. Thank you.